السيدات والسادة، إن نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة مقارنة بأي وقت مضى، لا سيما في ظل تأثر دول العالم بالتغيرات المناخية التي ظهرت جلية في الآونة الأخيرة، والتي تفرض علينا مواجهة تحديات شديدة الصعوبة، أضاف إليها تفشي جائحة كورونا أبعادا غير مسبوقة طالت دولنا جميعا. ولقد أدركت مصر منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه، لذا شرعت في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه. وتشمل هذه الأجندة الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي وتحسين جودة المياه ومعالجة نضرة المياه من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة تدوير. كما تقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك التعاون في مجال موارد المياه العابرة للحدود. وفيما يتعلق بمياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، فقد سعت الحكومة المصرية منذ عام 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحي أكثر إنصافا واستدامة. وفي عام 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى نحو 98% من المواطنين، بينما تمت زيادة الصرف الصحي المدار بأمان من 50% إلى 65%. ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية استثمارا حاسما في الحق في الصحة والرفاهية للأجيال القادمة، ومكونا حيويا في القضاء على الفقر. كما استثمرت مصر بكثافة في مجالات معالجة نضرة المياه وتحسين جودة المياه من خلال تعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وهو ما يساهم في توفير العمل اللائق في النظم الغذائية كثيفة العمالة وتوفير الأمن الغذائي. وتعمل الدولة جاهدة على تنفيذ مشروع تنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يهدف إلى تطوير 4500 قرية بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه المبادرة الرئاسية إلى القضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي. كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر 50 مليار دولار أمريكي لمجالات تحسين جودة المياه والحفاظ على المياه وتطوير مصادر جديدة للمياه. إن هذه التدابير تشمل أيضا تحديث وإعادة تأهيل نظم الري، واعتماد الدولة على نظم جديدة مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بضخ استثمارات كبيرة في إدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلا عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه. وتساهم هذه الجهود أيضا في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع. إن جهود مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير، وهو توافر المياه. وبالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعال في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفقا لمبادئ القانون الدولي. ومصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.